بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المشاهدون، حديثنا اليوم عن رجل أوحد يتسنم قمة الهرم البشري على الإطلاق، هل تعرفونه؟ إنه سيد الأولين والآخرين ومنة الله على الأمة وخيرة الله من الخلق، لماذا؟ هو الممدوح في القرآن الكريم أين؟ هو حبيب الله وصفيه من خلقه وخليله. كيف الذي يصلي عليه الله تعالى وملائكته المقربون والصالحون اجمعون هو الشافع المشفع ما معنى هذا هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود هو صاحب الفضيله والوسيله والدرجه العاليه الرفيعه هو اول من يمسك حلق باب الجنه ما الدليل هو حامل لواء الحمد هو المصطفى والمجتبى المصنوع على عين الله تعالى ما الدليل؟ اسئله يجيبنا عنها وعن غيرها فضيله الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. <applause> هذا اليوم نتكلم عن سيد البشر اللهم محمد صلى الله عليه. عليه وسلم. الانبياء شيخنا يصنعون على عين الله حتى قبل مولدهم. يعني كيف هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم هو أخذ من قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عينه وذلك أن الله تبارك وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فالله ينتقي سبحانه وتعالى من خلقه هؤلاء الأنبياء فيعتني بهم منذ ولادة بل بآبائهم وأمهاتهم حتى يعني يتم اختيارهم ولا يحتج عليهم أحد بشيء يعيبهم بشيء قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا الصادق الأمين يعني فلا لا يعيبون عليهم بشيء في أخلاقهم في دينهم في نسبهم في شيء من ذلك حتى إذا جاءوا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى سلم الناس لهم لكن مع هذا الناس يردون لأشياء أخرى التكبر والعناد وغير ذلك من الأمور لكن الأنبياء ينتقيهم الله انتقاء سبحانه وتعالى على سائر البشر ويربيهم تربيته الخاصة وإذا جاء في الحديث أدبني ربي في أحسن تأديب الحديث لا يصح لكن معناه صحيح أن الله تبارك واعتنى به كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى عظيم. خلق عظيم, خلق الله أه والله خلقه بهذه الأخلاق وجعله سبحانه وتعالى قدوة لغير لقد لك قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما يكون أسوة حسنة إلا هو الكامل صلوات ربي الله عليه نعم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ونعمة مسداة نعمة لمن؟ نعمة لجميع الخلق صلى الله عليه وسلم لكن هناك من يقبل هذه النعمة هناك من, من يرفض هذه النعمة هناك من يسعد بهذه النعمة وهناك من يشقى بهذه النعمة من صدقه وتابعه وآمن به فهذا يسعد بهذه النعمة ومن عانده وكبره وكفر به فهو يشقى بهذه النعمة فلا شك أنه نعمة من الله تبارك وتعالى وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن هناك من العالمين من يتعذب لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو في الأصل رحمة لكن من أباها يتحمل ما يأتي تحدثنا عن عن بعض من من بدايات النبي صلى الله عليه وسلم ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم آه ولد في أشهر بيت في مكة يعني بيت آه عبد مناف وكانت يعني قريش عباره عن مجموعه افخاذ يرجعون الى هذه القبيله ومن اشهر هذه الافخاذ فخذان وهما بنو مخزوم وبنو عبد مناف ثم بنو عبد مناف ينقسمون الى اربعه اقسام يعني الى بني المطلب وبني نوفل وبني هاشم وبني اميه او عبد شمس فالنبي صلى الله عليه وسلم من اشرفهم من بني هاشم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فقد اصطفاه الله تبارك انتقاء ابتداء من كنانة إلى قريش إلى هاشم إلى شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ولد يتيم الأب المشهور أنه مات أبوه وهو حمل في بطن امه صلوات ربي وسلامه عليه ثم لما ولد كان من عاده العرب في ذلك الوقت انهم لا يرضعون اولادهم وانه تاتي المرضعات من خارج قريش تاخذ هذه او ياخذون هؤلاء الصغار ويرضعونهم سنتين او اكثر فكان النبي صلى الله عليه وسلم نصيب حليمه السعديه فاخذته في بني سعد في ثقيف في الطائف فاخذته هناك وارضعته سنتين ورات الخير العظيم بكونه عندها صلى الله عليه وسلم وبعد سنتين عادته لامه وكانت تريد ان يبقى عندها فاحتالت على امه بانه تخاف عليه من المرض تخاف عليه حتى ارجعته معه معها مره ثانيه واستمر معها اربع سنوات كله مع حليم السعدي بعيدا عن امه طبعا وبعيد عن ابيه الذي توفي رجع الى امه وهو في الرابعه من عمره بعد سنتين توفيت امه صلوات ربي وسلامه كفله جده عبد المطلب بعد سنتين توفي جده فكفله عمه ابو طالب حتى بلغ سنه الشباب صلوات ربي وسلامه عليه يعني حياته يعني كانت متعبه لكنه يهيأ لامر فقد هيئه الله تبارك لامر عظيم صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاه والسلام لو تصف لنا يعني صفاته البدنيه والخلقيه شيخنا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مربوعا ليس بالطويل وليس بالقصير كان شعره الى شحمه ذنيه وقيل كان ينزل الى اكثر من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه كان ضريع الفم كبير الفم صلوات ربي وسلامه عليه كان يعني السبط لم يكن سبط الشعر ولم يكن جعد الشعر وانما وسط ليس بالجعد وليس بالسبط وانما وسط كان شعره صلوات ربي وسلامه عليه كان كتفه كان كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه في عينه فيها مثل خط واسعه العين شق العين صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن يعني سمينا جسمه يعني جميل جدا صلوات ربي وسلامه عليه وذك وذكروا عنه صلوات ربي وسلامه عليه كان صوت فيه بحه يسيره صلى الله عليه وسلم نعم نعم خصاله النفسيه العقليه عليه الصلاه والسلام أكثر اكمل الناس عقلا واجمل الناس نفسا واصدقهم حديثا واكثرهم امانه يعني واحسنهم معاشره من يعني أكمل الناس صلوات ربي وسلامه عليه يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما ما معنى هذا الكلام الذي ورد في البخاري يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تنشرح له القلوب قلوب الغلف التي مغلفة مغطاة يشرحها الله تبارك وتعالى به مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي يقوله أتي جوامع الكلم أتي الخير كله صلى الله عليه وسلم من رآه أحبه صلوات ربي وسلامه الاذان الصم تسمع كلامه وليس مقصود الصم الذي لا يسمعون ولكن الصم عن الحق فيسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك الاعين العمي ترى الخير والحق على يديه صلوات ربي وسلامه عليه كان خلقه القران لو تعطينا بعضا من مواقفه واخلاقه عليه الصلاه والسلام يعني كما قالت عائشه رضي الله عنها لما سالها يعني عروة ابن الزبير ابن أختها عن قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فقالت كان خلقه القرآن يعني كانها تقول إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فترى أن كل خلق أمر الله به وحث عليه ومدح أصحابه فهو متمثل في محمد على وجه الكمال البشري وأن كل خلق ذمه الله وعاب أصحابه وحذر منه فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبعد الناس هو أبعد الناس عنه صلاة ربي وسلامه عليه يعني من, من أين جئت إن جئته في الحلم فهو أحلم الناس إن جئته بالكرم فهو أكرم الناس إن جئته بالشجاعة فهو أشجع الناس وفي أمثلة على هذا يعني لما في حديث أنس لما سمع وجبة في المدينة فخرج الناس ما هذا الصوت وإذا الرسول راجع على فرس عري يعني بدون سرج رايح مكان الصوت اسرع واحد ما معنى هذا؟ شجاعه في حنين الناس تهرب وهو يتقدم الى العدو صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب في الكرم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال الرجل في العفو والصفح لما جاءه الرجل ومعه يعني والنبي نائم فاخذ السيف فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعصم من يعصمك مني يا محمد؟ فقال النبي بكل هدوء الله فسقط السيف من يدي فاخذ النبي السيف قال انت الان من يعصمك مني؟ قال كن خير اخذ <applause> فعفى عنه صلى الله عليه وسلم كان احلم الناس صلى الله عليه وسلم كان ياتيه اليهود يسبونه يقول له السلام عليك فيقول عليكم حتى ان عائشه رضي الله عنها في يوم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عليك قالت عليكم السام واللعن يا اخوه القرده والخنازير فقال ما هذا يا عائشه؟ قال الم تسمع ما يقولون؟ قال الم تسمعي ما قلت؟ وغير ذلك من الصفات صلوات ربي والسلام عليه كان الكامل في كل صفاته سيرته العطره بهذه المواقف جدا جدا المميزه وال التي يعني فيها كل ايجابيه وكل خير في الصبر في, النخوه في الشجاعه في كل شيء نعم. صلوات ربي والسلام عليه لا تصح صلاتنا الا بالصلاه عليه واله فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وايش يعني لما انا اللهم صلي على سيدنا محمد، يعني نبي يعني نعيش المعنى المقصود في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اما الصلاه صلاه الله سبحانه وتعالى ان اللهم الاكثر يصلون على النبي صلاه الله هي الثناء عليه في الملائكه الاعلى. ان الله يثني عليه يذكر الله يعني ثناء ثناء الثناء الثناء الصلاة من الله يقول الصلاة يمكن الصلاة لا لا ثناء ثناء هي الصلاة ولذلك اصل الصلاة الدعاء أه. معنى الصلاة الدعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادعو لهم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فان كان صائما فليصلي اي فليدعو صاحب الطعام فصلاة الله على على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه في الملأ الأعلى وأما صلاتنا وصلاة الملائكة فهي الدعاء له صلاة ربي وسلامه عليه أما قضية الصلاة هل تصح يعني بدون ذكر الصلاة على النبي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم مسائل الفقه الجمهور وأهل العلم أن الصلاة تصح بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول جماهير أهل العلم <applause> مذهب الشافعي مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه تصح الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحمد له قولان في هذه المسألة القول الأول أنه تصح والقول الثاني مع الشافعي أنه لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الشافعي صلاة عليه وعلى آله ما الذي أجنيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلنا نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله فاصل أيها الأحبة ونواصل حديث الشيخ دكتور عثمان الخميس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه حياكم الله يا الأحبة ونواصل حديث الشيخ الدكتور عثمان الخميس حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا من صفاته صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقصد شنو الثمرات اللي حصلها إذا لا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما الأجر الذي يعني وراء هذا هذا هذ الصلاة وتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشره. يعني هذه نعمة عظيمة. كون الله يصلي عليك اي يثني عليك لانك صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحدة بعشر من الله تبارك وتعالى. ثم الاجر العظيم المترتب على الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الراحة النفسية التي يجدها الانسان وهو يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا من فضائل الصلاة. على النبي صلى الله عليه وسلم، بل انا يعني لما جاء ابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي؟ اجعل لك نصفها؟ قال ان شئت. قال اجعل لك ثلثيها؟ قال ان شئت. قال اجعلها كلها لك؟ قال اذا يكفيك الله همك وغمك ويغفر لك ذنبك. الله اكبر يعني تكثر تكثر على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت ما يكون الواحد نعم. نعم. حزين أنا اعرف اعرف رجلا م -م. يقول يعني من سمعت هذا الحديث يقول ما احب الا ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى احيانا لما تاتي اذكار الصلاه يعني في دبر الصلاه السنه أن اقول اذكار الصلاه ودي ما اقولها ودي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم <applause> يقول يعني صرت أحب الصلاة على النبي بشكل غير طبيعي وأجد هذا في حياتي همي وغمي وأسأل و... الله أن يغفر ذنبي طيب فيقول أجد هذا أ... ألمسه طيب يقول لا أحب أن يبقى لساني إلا رطباً بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظر الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الـ الـ أه هما صيغتان نعم. الواردتان في القرآن وفي السنة أما في القرآن فهو الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسلم, تسلم يا أيها الذين إن الله يصلون على النبي يا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما فإذا قلت صلى الله عليه وسلم وافقت الآية أو قلت عليه الصلاة والسلام وافقت الآية أو اللهم صل على محمد وافقت الآية الصيغة الثانية وردت في السنة وذلك انه في حديث كعب بن عجر انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال قولوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللي احنا نسميها الصلاه الابراهيميه. ورد فيها سبع صيغ تقريبا كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي سبع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقولها فإما صلاة الإبراهيمية كاملة وإما صلى الله عليه وسلم هذه جائزة وهذه جائزة جزاك الله خير لو واحد استشعر ولو قال غيره من صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا بأس إن شاء الله الأمر فيه سعة لو واحد استشعر ماذا قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحبه وبدون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سيكون؟ كيف كان حالنا؟ يعني الواحد استشعار النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلغ هذه الدعوه حتى وصلت الافاق وصلتنا الى الى يومنا هذا وانظر الى حالنا الحمد لله رب العالمين نحن مسلمين فالواحد يعني تخيل يعني ما قاعدين نتخيله فتعيشنا هل هذا, هذا هو الان انت لو لو وفقك الله تبارك وتعالى واهتدى رجل على يدك فماذا يكون؟ يكون يعني كل شيء يعمله من خير يصب في حسناتك انت. من دل على خير فله مثل اجر صاحبه. طيب؟ يعني فانت دللت على الخير فلك مثل اجره. ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسلم على يديه خمسه وقيل سته من العشر المبشرين بالجنه. عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص والزبير وطلحه وقيل سعد بن ابي وقاص ابو عبيده بن الجراح فاذا هؤلاء اسلموا على يد ابي بكر كل اعمالهم كل حسناتهم تصب في نصيب ابي بكر الصديق رضي الله عنه فما بالك الامه كلها يصب اجرها في نصيب محمد صلى الله عليه وسلم يكفيك هذا كل ما نفعله من خير يصب في نصيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو له الفضل بفضل الله تبارك وتعالى ان جعله هو السبب في وصول هذا الخير لنا فلذلك نذكره فنحمده ونحبه ونجله صلى الله عليه وسلم ونرى ان الخير الذي نحن فيه من الايمان بالله تبارك وتعالى وما يترتب على ذلك من دخولنا الجنه صلى الله تبارك ان يمن علينا جميعا بذلك هذا كله بسبب هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه, وسلم الله وسلم عليه وسلم وسلم. فكيف لا نحبه وكيف لا نشرق عندما نسمع اسمه صلوات الله وسلامه عليه, عليه, عليه ما حق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا شيخ يعني الحقوق كثيرة جدا منها محبته منها نصرته ونصرته نوعان نصرته في زمنه وهذا الصحابة يعني ضربوا فيه أروع الأمثلة لما كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يموت في وجه النبي صدري ظهري لظهرك الوقاء صلى الله عليه وسلم يأتي يحاوط النبي صلى الله عليه وسلم تكون السهام في ظهره والذي يقتل أمام الرسول والذي يضع يده أمام الرمح حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك أمثلة عجيبة ضربها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي مات زوجها ومات أخوها في المعركة فيقول تقول ما, صنع رسول الله في أحد لما أشيع أن النبي قتل تستقبل تقول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عظم الله أجرك في أبيك قالت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخوك قالوا له أخوك قالت ما صنع رسول الله قال وزوجك قالت ما صنع رسول الله قال هو سالم قالت كله مصيبة بعده جلل هذه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له نحن محبتنا يجب أن تكون حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم نصرتنا له الآن بنصرة سنته هذا من حقه علينا من حقه علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم من حقه علينا التزام أوامره الاجتناب عن نواهيه من حقه علينا أن نعظم سنته بنشرها أن ننشرها بين الناس ندعو الناس إليها أن نتعرف على سيرته أن ننقلها إلى الناس صلوات ربي بس وسلامه بسلام. عليه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما هو هذا المقام شيخنا؟ المقام أوه. المحمود هو الوسيلة وهو الفضيلة وهو المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي يعطيها الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يأتي الناس إلى آدم فيقول لست لها يذهبون إلى نوح لست لها إلى إبراهيم لست لها وهكذا موسى وعيسى ثم يذهب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها هذا هو المقال المحمود فيأتي فيسجد تحت العرش فيحمد الله بما يعلم من المحامد ثم يلهمه الله محامد لا يعلمها ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وَشْفَعَتُ تشفع هذا هو المقام المحمود وهذه هي الوسيلة وهذه هي الفضيلة التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى وكيف نصل لهذه الشفاعة؟ من الذي له الحق في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأمتي فشفاعته لأمتي بل حتى لأهل الكبائر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فالإنسان ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متبعا له ملتزما بدينه فهو ينال هذه الشفاعة صلى الله عليه يحرمنا وإياكم منها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أين نضع هذا هذا المعنى في دين الإسلام أو من دين الإسلام بالاقتداء وهذا لا يمكن إلا إذا عرفنا سيرته يعني إذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي نكون قد اقتدينا به فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته ثم كذلك من خلال أوامره ونواهيه فنتبع ما امر به وننتهي عما نهى عنه، في كل هذا لنا في رسول الله اسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يروا انها قليلة، وبعضهم اعتذر قال نعم هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلذلك يعني لم يكثر من العبادة او كذا. فقال احدهم اما انا فاصلي ولا انام وقال الثاني اصوم ولا افطر وقال الثالث اعتزل النساء فلا اتزوج فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ قال اما اني اتقاكم لله واعلمكم به وفي رو أخشاكم لله اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فلا اعتزلهن من رغب عن سنتي فليس مني، هنا التاسي به صلى الله عليه وسلم تأسي به تصلي وتنام تصوم وتفطر تتزوج تأكل اللحم وغير ذلك من الأمور أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما تميز عن سائر الأنبياء ما معنى هذا شيخنا؟ يعني هو يعني يدخل في حديث فضلت على الأنبياء بخمس فضل بها على الأنبياء صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وذكرناها قبل قليل و صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس كافة وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة أُحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم ولم تحل لنبي قبله جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً في الأمم السابقة الصلاة في أماكن معينة محددة بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً ثم كذلك ما أوتي من الآيات والمعجزات الشيء العظيم وخصه الله بالقرآن الكريم الذي هو لم يعطي أي نبي قبله مثل ما أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال بس شوية يعني خيالي شوية إذا الآن طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فماذا ستكون ردة فعلك؟ ماذا ستقول له؟ عليه الصلاة والسلام أحبك سأقول له إني أحبك يا رسول الله نسأل الله نحشرنا معه آمين صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير شيخ <applause> فضلت الشيخ الدكتور عثمان الخميس جزاك الله خيرا إذا أحبتي فلن ندخل الجنة ولن ننال المنة حتى نحب هذا الرجل العظيم النبي الاغر سيد البشر وحتى نطيعه ونتبعه ولا نجد في انفسنا حرجا مما قضى ونسلم تسليما لن نهدى سواء الصراط حتى نتبع سنته ونحذو حذوه لن ننال شفاعته الا اذا احيينا سنته لن ننال الكرامه الا اذا اكرمنا سيرته وأحب واحببنا اله وصلينا وسلمنا وترضينا عنهم اجمعين خصوصا نساءه وذريته لن نهدى اليه إلا إذا أكثرنا من الصلاة والسلام عليه لن نرد حوضه ونشرب من يده الشريفة ما لم نتبع وتجنبنا أن, أن, نخترع ونبتدع لن نكون خلفه تحت رايته إلا إذا كنا من الحمادين الشكارين لرب العالمين إنه سيد الأولين والآخرين وخيرة الله للخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليك عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته